وتحية مسجد مكة الطواف. إذا جاء الزائر لبيت الله الحرام في مكة يحيي المسجد بالطواف بالبيت، ولا يحيى بالصلاة كسائر المساجد، وإنما يحيى بالطواف. وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وسنة صحابته من بعده. تحية المسجد مكة الطواف وتراويح. وتراويح وتندب كذلك، تسن تراويح. تراويح في رمضان، في رمضان تسن صلاة قيام الليل، وتسمى التراويح لأنه يفصل بين كل أربع باستراحة، وتروح فيها ترويحة. وهذه السنة الأصل فيها ما ثبت من حديث جابر رضي الله عنه عند ابن حبان في صحيحه، قال أقام رسول الله قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان فانتظروه من القابلة فلم يخرج، وقال إني خشيت أن يفرض عليكم الوتر. فلما كان في زمن عمر كما في حديث البخاري، نر عمر بالناس يصلون زرافات ووحدانا، فقال لو جمعتهم على إمام لكان ذلك أحسن. وعندما ذكرها لبعض الصحابة استحسنوا ذلك فجمعهم على إمامة أبي بن كعب، فقيل فرآهم بعد ذلك يصلون جماعة، فقال نعمة البدعة. والمقصود هنا أنه هو أحيا هذه السنة بعد أن ماتت، فكأنه ابتدعها، فدل على الابتداع معناها الاختراع على غير مثال سابق. معنى زرافات، زرافات معها جماعات. وتراويح وانفراد بها إن لم تعطل المساجد. ويندب انفراد بها أن يصلي الإنسان في بيته إن لم تعطل المساجد، وإن كان يقرأ القرآن كاملا في بيته. ما إذا كان لا يقرأ القرآن كاملا في بيته وكان يسمعه كاملا في المسجد فالأفضل له المسجد. هذا عند مالك. وعند جمهور العلماء أن المساجد أفضل في التراويح لأنها سنة جماعية وليست سنة فردية، وهكذا جمع الناس عمر عليها ولم يأمرهم بصلاتها في المنازل. انفراد بها إن لم تعطل المساجد. أما إذا عطلت المساجد بالاتفاق كان الانفراد بها يؤدي إلى تعطيل المساجد منها، فتنتفي انتفي الندبية بالاتفاق. والختم فيها، ويندب الختم فيها، ويندب أن يختم القرآن كله في التراويح، أن يقرأ من بدايته إلى نهايته في التراويح. وسورة تجزئ، وسورة تجزئ، وختمها هو الذي كان عليه الصحابة، كانوا يختمون القرآن في التراويح، إلا أن
إلا أن سورة تجزي لأنها هي إنما هي قيام ليل، وقيام الليل لا حد له، يجزء فيه القليل والكثير، وبالاتفاق الكثير أفضل. سورة في كلها مثلا أن تأخذ سورة من كتاب الله وتقسمها في التراويح كلها يجوز من بدايتها إلى نهايتها، يجزئ تحصل به السنة. تراويح ليلة أو تراويح أو تراويح الشهر أو تراويح الشهر كله. بعض الشيخ ما يقرأ مثلا نصف جزء يقرأ أربع ركعات الأولى يعني بربع الجزء يعني بنصف الحزب ثم يعيدها نصف الحزب نصف يعيده مرة أخرى. نعم. هذا أيضا يجوز، هذا يجزي أيضا. نعم. نعم. وسورة تجزئ 23 وقدرها 23، وفيها مذاهب. هذا المذهب وهو أنها 23 بالوتر، وهو الذي ذهب إليه جماعة من الصحابة، وذهب إليه مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة وجماعة من الأئمة، وكان عليه العمل. المذهب الثاني أنها 39 وعليه جماعة من المالكي من أصحاب مالك، ويعزى لمالك كذلك أنها 39 بالوتر. المذهب الثالث أنها 41. المذهب الرابع أنها 47. المذهب الخامس أنها 35. المذهب السادس أنها 25. المذهب الخامس نروي عن قال به النخعي، والمذهب السادس قال به سعيد بن جبير لأنها 25. والمذهب السابع أنها 17 ركعة، والمذهب الثامن أنها 11 ركعة، وهذا المذهب هو اللي عليه المتأخرون من أصحاب مالك والشافعي وأحمد، وهو الذي عليه العمل في أكثر البلدان الآن، وهو أقوى المذاهب. أقوى المذاهب لحديث عائشة رضي الله عنها عند الشيخين، قالت ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. هذا متفق عليه، ولأنه أليق بالعام، أليق بالعام لأنه أخف، ولأنه لم يثبت حديث معين في تخصيص التراويح، يخصص التراويح بعدد معين، ولذلك قال مالك الأمر فيها واسع. نعم. 23 ثم جعلت 36 معناها، ولهذا هذا قول كما قلنا قول مروي عن مالك وقول عند جماعة من أصحاب مالك. 36 وتضيف إليه 3 ركعات الشفع والوتر فتصبح 39. نعم. وشيخنا هذا 11 ركعة يعني بالوتر. بالوتر. نعم.
وخفف مسبوقها ثانيته ولحق. وخفف مسبوقها ثانيته. إذا سبق الإنسان في التراويح بركعة وإدرك الركعة الثانية لأنها هي مثنى مثنى، يعني هي صلاة الدير. صلاة الدير كما في حديث ابن عمر عند الشيخين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى، فهي مثنى مثنى. فإذا صلى الإمام ركعة وجاء المأموم وأدرك معه الركعة الثانية يقوم ليقضي الركعة الثانية لكن يخففها لكي يدرك الإمام في ركعته الأولى من الركعتين الأخرين. وقراءة الشافعين. وقراءة الشافعين. الشافعين بيسبحوا الكافرون. ويندب وتندب قراءة الشافعين بيسبحوا الكافرون. والأصل في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبح اسم ربك و لا ما حديث أبي هريرة حديث أبي بن كعب حديث أبي بن كعب رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود والنسائي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد قل هو الله أحد. وللنسائي ولا يسلم لا يسلم فيهن. وللترمذي وأبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كل سورة في ركعة وفي الأخيرة قل هو الله أحد والمعوذتين. كل سورة في ركعة وفي الأخيرة قل هو الله أحد والمعوذتين. هذا الأصل في استحباب قراءة الشافعي هو قال وندبه وقراءة الشافعي بيسبح الشافعي نعم هذه الأصل في قراءة سبح الشافعي نعم هذه الأصل في قراءة سبح الشافعي بيسبح وقل يا أيها الكافرون نعم ووترا بإخلاص ومعوذتين نعم ووترا ويقرأ الوتر هو الركعة الأخيرة بالإخلاص والمعوذتين. والوتر اختلف العلماء في صفته، فجمهور العلماء ومنهم جماعة من الصحابة التابعين والأئمة ومنهم على الخصوص مالك وأحمد والشافعي قالوا يوتر الوتر أقله واحدة وأكثره ثلاثة عشرة ركعة، ولكن مالك قال يتقدمه شفع لكن لا يستحب أن يتقدمه شفع يفصل بينهما بتسليمته. وهذه الجماعة استدلت في قولها هذا بأدلة، منها حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عند الأربعة إلا الترمذية وصححه ابن حبان قال فيه أبو أيوب الأنصاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أوتر بخمسة، ومن أحب أوتر بثلاثة، ومن أحب أوتر بواحدة. فالكمال فيه ما كان أكثر،
ويجوز أن يكون بواحدة وبثلاثة وبخمسة وبسبعة وبتسعة وبأحد عشر وبثلاثة عشر. وكذلك من الأحاديث التي استدلوا بها حديث أم سلمة عند النساء قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن. وبحديث عائشة عند الشيخين قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يوتر بثلاث أكفي في رواية. وفي رواية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يفصل بينهن. وكذلك حديثها عند أبي داود قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بأربع وثلاث يعني سبع وبست وثلاث يعني تسعة وبثمان وثلاث يعني أحد عشر. فهذه الأحاديث تدل على أن على جواز الوتر بذلك كله. المذهب الثاني هو مذهب أبي حنيفة قال الوتر لا يكون إلا ثلاثة، وإذا سلم بينها لا يجزئه الوتر، وإذا كان بركعة واحدة لا يجزئ، لا بد فيه من ثلاثة. واحتج بحديث محمد بن كعب القرظي في النهي عن البتراء، وبحديث ابن مسعود موقوفا عليه بإسناد صحيح الوتر ثلاث كوتر النهار المغرب، وبحديث ابن عمر حديث ابن مسعود وموقوفا عليه بإسناد جيد، وبحديث ابن عمر قال المغرب وتر النهار، وبحديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر لم يسلم بين ركعتي الوتر، لم يسلم في ركعتي الوتر. والصحيح مذهب الجمهور، لأن الأحاديث التي احتج بها أبو حنيفة يمكن الجمع بينها وبين الأحاديث الأخرى بأنها تبين الجواز فقط، أنه يجوز إنسان يصليه ثلاث ركعات متصلة، والأحاديث الأخرى تبين الاستحباب كحديث عمر رضي الله عنه عند مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر ركعة من آخر الليل، ركعة من آخر الليل. وكحديث السابق عند الشيخين صلاة الليل مهنا مهنا، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى، وغيرها من الأحاديث. فيكون الجمع
على هذا الوجه. ثم إن حديث البتراء حديث ضعيف وروي أيضا برواية تدل على أن على أنه ليس حجة لأبي حنيفة، لأن روية النهي عن صلاة الوتر ثلاثا لا توتر بثلاث، لا الثلاث فإن الثلاثة بتراء، فإن الثلاثة بتراء، وهو حديث ضعيف عموما لا تقوم به حجة. وكذلك حديث كذلك حديث أيضا هو احتج مما احتج به حديث ابن مسعود موقوفا عليه ما أجزأت ركعة قط، لكن هذا الحديث الصحيح أنه أنه رد على قول ابن عباس أنه يجزئ في صلاة الخوف في السفر ركعة واحدة، فكان كلام ابن مسعود ردا عليه، ولها في بعض رواياته لا ما أجزأت في المكتوبة ركعة قط، فهو خاص بصلاة الفريضة على الصحيح. وعلى هذا فالراجح هو مذهب جمهور. نعم، مذهب الجمهور أن الوتر يجوز بواحدة ويجوز بثلاث ويجوز بخمس وبسبع وبتسع وبإحدى عشر وبثلاثة عشر وهي أكثره، وكلما كان أكثر كان أقرب إلى الكمال. كيف يصيب يا شيخنا على القول بثلاثة عشر مثلا؟ يصلي مثلا ويوتر بركعة واحدة. الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه هذه الصيام، أنه صلى مثنى وأوتر بركعة، وأنه صلى مثنى وأوتر بخمسة، وأنه صلى مثنى وأوتر بثلاثة، وأنه أوتر بالسبع، وأنه أوتر بتسعين، معناها خمس متصلة لا يجلس بينهم، ثلاث متصلة لا يجلس بينها، واحدة لوحدها، وثلاث متصلة لا يجلس بينها، خمسة متصلة لا يجلس بينها، وسبعة متصلة يجلس في نهاية السادسة ويقوم ويأتي بالركعة السابعة ويسلم، وتسعة متصلة يجلس في الثامنة ويقوم ويأتي بالتاسعة ويسلم. هذه الصيام كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. خمسة يجلس في آخر الرابعة؟ لا، خمسة يجلس فقط في جلسة السلام، كلها متصلة؟ كلها متصلة. وثلاثة؟ كلها متصلة وبس في سبعة، في سبعة وفي تسعة، يجلس في السادسة في نهاية السادسة إذا صلى سبعة متصلة، ويجلس في نهاية الثامنة إذا صلى تسعة متصلة. تسعة متصلة. ووترا بإخلاص ومعوذتين، ووترا بإخلاص ومعوذتين بكسر الواو. ووترا بإخلاص كما قلنا سابقا، نعم ذكرنا الحديث الذي هو دليل على ذلك. ووترا بإخلاص ومعوذتين إلا لمن له حزب فمنه فيهما. إلا لمن له حزب، إنسان عنده حزب يقرأه من الليل، حزب معين مثلا يقرأ جزءا دائما يقوم به الليل، فإنه لا يندب له أن يشفع بسبح وقل يا أيها الكافرون ويوتر بالإخلاص والمعوذتين، بل يصلي شفعه من حزبه ويوتر من حزبه. نعم، إلا لمن له حزب فمنه فيهما. فيهما أي في الوتر وفي الشفع، في الشفع والوتر فيهما، فمنه فمن الحزب فيقرأ من الحزب فيهما أي في الشفع والوتر. وفعله لمنتبه آخر الليل، ويندب فعله لمنتبه آخر الليل، لأنه في حديث مسلم من رواية جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
من كان يستيقظ آخر الليل، من كان ينتبه آخر الليل فليوتر من آخر الليل، ومن كان من كان لا يطمع من كان لا من كان يخشى يخشى من كان يخشى لا يقوم من آخر الليل فليوتر من أول الليل، ومن طمع أن يقوم من آخر الليل فليوتر من آخر الليل، لأن صلاة الليل مشهودة وذلك أفضل، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث دل على فضل تأخير الوتر، مع أن في جماعة كانت تأخذ بالحزم فتصلي الوتر قبل النوم. وعلى هذا المذهب أيضا يحمل حديث أبي هريرة عند مسلم، أصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أركع ركعتي الضحى، وأن لا أنام قبل أن أوتر. ولهذا كان أبو هريرة وأبو بكر وجماعة من الصحابة يأخذون بذلك، يوترون قبل النوم. وكان جماعة أيضا من الصحابة يأخذون بالعزم مثل علي وعمر، وجماعة من الصحابة أيضا يوترون بعد النوم. والقضية فصلها الحديث: فمن كان يطمع أنه سيقوم فالأفضل له أن يؤخره، ومن كان لا يطمع بالقيام فالأفضل له تعجيله. ولهذا قاله هنا، قال: وتأخيره لمنتبه، وفعله لمنتبه آخر الليل. وأنا أما لمن لا ينتبه آخر الليل فإنه يوتر أول الليل. نعم، وفعله لمنتبه آخر الليل. وفعله لمنتبه، إذن يندب تأخيره لمنتبه آخر الليل. ولم يعده مقدم ثم صلى، ولم يعده مقدم، ومن قدمه أول الليل ثم طرأ له أن يصلي استيقظ من آخر الليل مثلا وأراد أن يصلي له أن يصلي، ولكن لا يعيد الوتر، لا يعيد الوتر. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، فجمهور العلماء، جماعة من العلماء وهم جمهور العلماء، ذهبوا إلى أن الوتر لا ينقض، لا ينقض. أنا من صلاه وانتبه من الليل يصلي ما شاء، على ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها عند بعض أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى سبعا ثم سلم وصلى ركعتين بعدهما، وصلى تسعا ثم سلم وصلى ركعتين بعدهما، فطرأت له نية التطوع فتطوع بركعتين ولم يعيد الوتر. ثم أيضا حديث طلق ابن علي رضي الله عنه عند أحمد الثلاثة وصححه ابن حبان، قال: لا وتران في ليلة. ثم أيضا حديث ابن عمر عند الشيخين، قال: نعم، هذا الحديث، لا الحديث ليس شاهدا على هذا، لكن لا وتران في ليلة دليل واضح أنك لا تتر مرتين. وفيه حديث موقوف على ابن عمر أنه قال: أما أنا إذا استيقظت فأوتر أشفع بها الوتر السابق وأصلي ما شئت ثم أوتر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. والحديث رواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم للشيخين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. لكن هذا المذهب ضعيف، ومذهب الجمهور أقوى للتالي: أولا، أن نقض الوتر أنك إذا أوترت الآن بركعة بعد النوم هذا لا يمكن أن يكون
شفعا لركعة سابقة، لأن هذا عبادة جديدة. أنت نبت وانتقض وضوءك وطال الزمن، كيف يمكن أن يكون هذا شفعا لركعة سابقة؟ هذا يكون شفعا لركعة سابقة. ثانيا، أنك إذا فعلت هذا تكون أو ترت ثلاث مرات في الليل، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا وتر عليه الليل. وأنت أوترت ثلاث مرات، لأنك أوترت قبل النوم، أوترت عند الاستيقاظ، أوترت بعد الصلاة. وإذن هذا مذهب ضعيف، والمذهب الآخر ومذهب الجمهور وأنه لا ينتقض، وإنما تصلي ما شئت فقط. نعم. وهل يشترط النوم ولا لا يشترط؟ إذا طرأت عليك نية التعبد تصلي ما شئت بعد الوتر، لا يشترط النوم، لكن الشرط فقط أن تطرأ عليك. أما إذا كنت عازما على آخر صلاتك وترا، لأن مثلا في رمضان بعد مثلا يصلي تراويح أول ليل ثم يوتر مع الإمام ثم يرجع ليصلي التهجد، إذا كان جازما بأنه سيصلي التهجد فينبغي له أن يشفع الركعة التي صلىها مع الإمام، وهو مثلا سلم الإمام يقوم هو يأتي بركعة حتى يجعل آخر صلاته بالليل. وإذا لم يفعل لا شيء عليه، لا طرع لا شيء عليه، يكون إذا كان عازما يكون فعل مكروها، إذا كان عازما على الصلاة. لكن إذا لم يكن عازما وطرأ له طرأت له نية الصلاة، سواء كان ذلك قبل القيام أو بعد قبل النوم أو بعد النوم، لا إشكال. أحيانا شيخنا الإمام، سواء كان ذلك قبل القيام أو بعد قبل النوم أو بعد النوم، لا إشكال. أحيانا شيخنا الإمام يقع في الإشكال، هو يصلي التراويح وأغلب الناس يقولون لا بد توتير بنا ولا يوجد مع مؤذن، أحيانا يضطر ليوتير بهم ثم هو ملزم بأن يصلي التهجد. إذا انتفت الكراهة لأنه اضطر إلى هذا، لكنه لا يعيد الوتر. لا يعيد الوتر، لا يعيد الوتر. ولم يعده مقدم ثم صلى، ولم يعده مقدم ثم صلى. نعم. وجاز أن يصلي. نعم، جاز أن يصلي بعده إذا طرأت له نية الصلاة. وعقب شفع منفصل عنه بسلام، ويندب أن يكون عقب شفع منفصل عنه بسلام، يندب أن يكون الوتر عقب شفع منفصل عنه بسلام، منفصل عنه بسلام. هذا يندب أن يكون أن يشفع أولا بركعتين ثم يسلم ثم يوتر. وأدل على ذلك ظاهر حديث ابن عمر رضي الله عنه عند الشيخين، وحديث عائشة كذلك رضي الله عنه عند الشيخين. نعم. إلا لاقتداء بواصل، إلا لاقتداء بواصل، إلا إذا اقتدى بإنسان يصل الشفع بالوتر فإنه يوصل ولا يسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة عند الشيخين إنما جعل الإمام ليؤتم به، فتتم بإمامك وتصل الشفع بالوتر بدون سلام، لا تفصل بينهما بسلام. نعم. لكن يكره عند المالكية أن تصلي بواصل، فإذا صليت به لا تقطع، لكن يكره أن تصلي به ابتداء. إذا علمت مثلا أنه سيصل يكره عندهم أن تصلي به، فإذا لم تعلم أنه سيصل ووصل تتبعه. إلا الاقتداء بواصل وكره وصله، وكره وصله، وكره أن يصله المصلي له، معناها يكره عند المالكية أن تصل الشفعة بالوتر، يندب عندهم أن تفصل بينهما بالسلام. وهذا المندوب إذا لم تفعله ينقلب عن مكروه، معناها إذا لم تفصل بينهما بالسلام فقد فعلت مكروه، ولهذا قالك ويكره فصله.
وكره وصله ويكره وصله ووتر بواحدة ويكره وتر بواحدة لا يتقدمها شفعا. فيندب عند المالكية أن يتقدم الواحدة شفعا وأن لا توتر بواحدة منفرد، لأنه ما حفظ هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة أنهم كانوا يترون بواحد منفرد، كان دائما الواحدة تقدمها صلاة. وأي صلاة عند المالكية مثلا أي صلاة فهي شفع الوتر، أي صلاة صليتها قبله فهي شفع لها، أي صلاة نافلة نعم. ووتر بواحدة وقراءة ثاني من غير انتهاء الأول، وقراءة ثاني من غير انتهاء الأول. تكره كذلك أن يقرأ الثاني في التراويح من غير المكان الذي انتهى منه الأول، لأن الآن كان يقرأ في التراويح فانتهى إلى سورة آل عمران فبدأ الآخر من سورة المائدة، هذا يكره لأنه يندب في التراويح أن تختم القرآن كله. إذا لم يكن هذا الثاني حافظا ذلك لا يتوجه إليه الأمر لأنه لا يحصل الشروط. نعم. ووتر بواحدة وقراءة ثاني من غير انتهاء الأول ونظر بمصحف في فرض. ونظر بمصحف في فرض، النظر بالمصحف في الفرض ولو من بداية الفرض، كأن تأخذ مصحفا لا خط كبير وتضعه أمامك قبل أن تبدأ في الفرض وتكبر وتقرأ فيه أثناء الفرض، هذا يكره. ونظرون بمصحفين في الفرضين أو أثناء نفل في النفل لا يكره أن تبدأ أن تستأنف ابتداء تضع مصحف كبير أمامك وأنت تنظر إليه وتكبر وتصلي وأنت تقرأه تنظر إليه تقرأ منه، هذا لا يكره ابتداء، لكن يكره في أثناء النفل لأنه يحتاج إلى شغل أن تفتح المصحف وأن تبحث عن المكان الذي ستقرأ منه، وهذا يحتاج إلى شغل فيكره لهذا. شيخنا بالنسبة لي يضع المصحف أمامه وهو يقلب الصفحة ما يكون يعني حركة الصلاة؟ لا هذا شغل لكنه يسير، هذه حركة مختلفة. نعم. وأثناء نفله لا أوله لا يكره أوله. لو وضعت المصحف في البداية في شكل من مكان مناسب لتقرأ منه في النفل لا يكره هذا. وجمع كثير لنفله أن يجتمع الناس الكثيرون للنفل هذا يكره خوفا من اعتقاد العامة أنه سنة، لأن السنن الجماعية في النوافل محدودة، فربما يعتقد العامة أن هذه من السنن الجماعية، مثلا لو اجتمع الناس للضحى أو اجتمعوا لقيام الليل ليس في رمضان، فربما يظن العامة أن هذا من السنن فيعتقدون سنيته واعتقاد سنيته بدعة، فلهذا يكره سدا لذريعته. شيخنا بالنسبة الجمع في النفل، أي نفل يجوز فيه الجمع؟ الجماعة حديث عام، حديث أبي هريرة عند الشيخين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة، وفي رواية أبي هريرة ب25 جزءا، هذه عام في الفرض والنفل بكل أنواع. نعم. على ذكر الوتر شيخ التراويح، لو أن هذا الذي وضع المصحف أمامه وبدأ يقرأ منه يعني فانقطعت مثلا الكهرباء وكذا، يركع حيث انقطع عنه المدد الضوئي ولا شيء عليه. وجمع كثير لنفل او مكان مشتهر،
أو جمع ليس كثيرا جدا لكنه بمكان مشتهر، مكان مشتهر يراه الناس ويطلع عليه الجميع أيضا خوفا من نفس العلة. وإلا فلا، وإلا لأن كان الجمع قليلا وكان في مكان غير مشتهر فلا كراهة. وكلام بعد الصبح لقرب الطلوع، ويكره كذلك كلام بعد الصبح لقرب الطلوع، وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رغب في الذكر والعبادة، تلاوة الذكر أنواع الذكر أنواع من الذكر في هذا الوقت، فينبغي الإنسان أن يشتغل بها وأن يترك الكلام العام، بل ويستمر ذلك تستمر تلك الكراهة إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح ويصلي ركعتين، لأن الأصل فيه هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا جلس المسلم في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له حجة وعمرة تامتين، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا الكراهة تمتد إلى طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح. وبعض العلماء قال لا كراهة. نعم. وكلام بعد صبح نقول الطلوع لا بعد فجر. لا بعد فجر. محله طبعا محل الكراهة إذا لم تكن حاجة. إذا لم يكن الكلام لحاجة. نعم لحاجة. نعم لحاجة معتبرة. نعم. لا بعد فجر. لا بعد فجر معناها لا تكره بعد فجر، ولكن ليس هو الصحيح. لا تكره بعد فجر معناها لا تكره بعد فجر إلى أن يصلي. لا لا صحيح. لا تكره بعد فجر إلى أن يصلي الصبح. معناها بعد طلوع الفجر. عندما يطلع الفجر. إلى أن تصلي الصبح، ما بين طلوع الفجر وصلاة الصبح لا يقرأ فيه الكلام. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة أنه كان يصلي صلي ركعتي الفجر. فإذا كان في حديث الشيخان فإذا كنت مستيقظة تحدث معي، وإذا كنت نائمة انضجع على شقي الأيمن تحدث معي ساعة. لا بعد فجر وضجعة بين الصبح وركعتي الفجر. وضجعة قال بأن الضجعة بين الصبح وركعتي الفجر تكره أنها ليست مشروع، العلماء اختلفوا في هذه الضجعة. فذهب طائفة من العلماء إلى أنها مستحب، وهي أحمد والشافعي وجمهور العلماء ذهبوا إلى استحبابها، واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الركعتين اللتين قبل الصبح اضجع على شقه الأيمن. وبحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود وأحمد والترمذي وحسنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح فليضجع على جنبه الأيمن. فهذه الأحاديث قال جمهور العلماء أنها تدل على استحباب هذه الضجعة. وقال ابن حزم وجماعة من العلماء إنها واجبة، لأن حديث أبي هريرة فيه الأمر والأمر الأصل فيه الوجوب. وقال مالك إنها بدعة، لأنها ليست مشروعة، ذلك تكره لأنها لم يرها من عمل أهل المدينة، لأنه لم يرها من عمل أهل المدينة الذين حفظوا عمل النبي صلى الله عليه وسلم. وقال
قال جماعة من العلماء إنها خلاف الأولى، خلاف الأولى. وقال ابن العربي من المالكية لأنها تشرع الذي لمن كان لمن الذين يقومون الليل، إنسان الذي كان قائما الليل إذا صلى ركعة الفجر يشرع له أن يضجع ليستريح، وأما من لم يكن قائما الليل فلا يشرع له ذلك. واستدل بحديث عائشة عند الدارقطني وعند عبد الرزاق عند عبد الرزاق قالت إنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضجع للاستراحة وليست سنة، وليست الضجعة سنة، ولكن الحديث ضعيف. وهكذا مذهب العلماء فيها، والصحيح أنها مستحب، صحيح أنها مستحب من الجمهور والصحب لأنه تشهد له الأحاديث. وأما قول مالك إنها لم تحفظ فمن حفظ حجة على من لم يحفظ، الذين حفظوها كلامهم حجة على الذين لم يحفظوها. وكذلك ليست واجبة لأن الوجوب يمنع منه حديث عائشة الصحيح في الشيخين أنه كان إذا كانت هي مستيقظة تحدث معها ساعة ولم يضجع على شقه الأيم، فلو كانت واجبة لضجع في كل الأحوال على شقه الأيم. نعم. وربما أنها عمل أهل المدينة أنه لم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه هو كان يفعل هذا في بيته. أي صحيح صحيح. وما في احتمال أن تكون خصوصية صلى الله عليه وسلم الخصوصية لا بد لها من ذلك، لا بد أن يدل دليل على أنها مخصوصية عمل النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يدل دليل على أنه من خصوصيته وإلا يبقى على عمومه. وثم إنها هي ليست العمل فقط، هي في حديث أبي هريرة صحيح الأمر وليس العمل فقط، هذا حديث قولي وليس فعلي. نعم. وبيجعتون بين الصبح وركعتين فجر. نعم بين الصبح وركعتين فجر هي اللي يحد معنا ما فيها شروط شيخ لأيان. ما لها شروط مثلا؟ لا هو يضجع على شقه الأيمن فقط، يستريح فقط ويحذر من النوم لأنه إذا نام ينتقد وضوء، لأنه هذا الذي يستريح أكيد لا ينبغي أن ينام. يعني عليه أن يحتاط من النوم. أي عليه أن يحتاط من النوم. نعم. ويضجع بجع خفيفة ينتهج السنة فقط ويقوم. نعم. والوتر سنة آكل لا يشترط في التطويل مثلا، لأنه هذا الذي يكون لا يشترط التطويل، يكون يعني مستحب بمجرد الاضجاع تحصل السنة، يضجع ثم يقوم لا يشترط. أنا معظم يضجع ينام يقول أنا عمل السنة هو يعني جاءه النوم ثقيل. إيه نعم. لا يشترط التطويل، لا يشترط. نعم. وركعة وضجعة بين الصبح وركعتين فجرين والوتر سنة آكد. والوتر سنة آكد هذه السنة، الوتر هي آكد هذه السنة لكثرة الأحاديث التي وردت فيها. فمثلا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند مسلم قال في رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتروا قبل أن تصبحوا. وفي حديث زيد بن أرقم الوتر حق فمن تركه فليس منا. وفي حديث وفي حديث خارجة بن حذافة حديث بن حذافة اللي قتل الخارجية وأنه عمرو بن العاص
عندما قتله الخارج يظن أنه عمرو بن العاص قال قولته التي أصبحت مثلا أردت عمرا وأراد الله خارجة. فقال فيه الشاعر يا ليت يا ليت يا ليت قال يا ليت قال يا ليتها يا ليتها إذ فدت عمرا بخارجة فدت عليا بمن شاءت من البشر. يا ليتها إذ فدت عمرا بخارجة فدت عليا لأن عليا كذلك قتله خارجي فدت عليا بمن شاءت من البشر. هذا خارجة صحابي جليل خارجة بن حذافة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. قالوا وما قلنا وما هي يا رسول الله؟ قال الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. والحديث رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الحاكم وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب بن عن أبيه عن جده عند أحمد. ثم عيد ثم عيد. بل إن أبا حنيفة قال إنه واجب قال إن الوتر واجب خالف في ذلك الجمهور. نعم. وعيد ثم عيد. بعد ذلك من السنن من السنن المؤكدة بعد الوتر هو يذكرها بحسب الترتيب في التأكيد قال ثم عيد ثم سنة العيد صلاة العيد صلاة العيدين الفطر والأضحى. نعم. ثم كسوف ثم استسقاء ثم كسوف ثم صلاة كسوف ثم صلاة الاستسقاء وسيتحدث عنهما بالتفصيل. وقته بعد عشاء صحيحة وقته بعد عشاء صحيحة وقت الوتر بعد عشاء صحيحة صحيحة معناها واقعة في وقتها وصحيحة معناها غير باطلة فإذا بطلت يعيد الوتر. صحيحة معناها واقعة في وقتها غير باطلة. نعم. وشفق للفجر وشفق بعد عشاء صحيحة وشفق للفجر. وكذلك إذا جمع الإنسان جمع تقديم فإنه يؤخر الوتر إلى أن يغيب الشفق. إذا جمع المصلي جمع تقديم جمع العشاء مع المغرب جمع تقديم فإنه يؤخر الوتر إلى أن يغيب الشفق للفجر معناها ينتهي وقته للفجر. والحديث صريح في ذلك حديث خارجة صريح الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. وحديث أيضا أبي سعيد الخدري صريح أوتروا قبل أن تصبحوا. وضروريه للصبح وضروريه للصبح وضروريه وضروريه للصبح. الضروري الوقت الضروري له من صلاة من طلوع الفجر إلى صلاة الصبح. واختلف العلماء في قضائه بعد ذلك سيذكر بعض قضية قضائه. المهم أن ضروريه إذا طلع الفجر إلى صلاة الصبح تصلي ما لم تصلي الصبح هذا الوقت الضروري له. طيب لكن بالنسبة للقضاء اختلف فيه. قل كلمة القضاء ونودب قطعها لفجره. أيوه ونودب قطعها اللي هي الصلاة نودب قطعها لفجره. الصلاة يندب قطعها صلاة الفريضة للفجر الناس للوتر صلاة الصبح
صلاة الصبح إذا بدأ الإنسان في صلاة الصبح وتذكر أنه لم يصلي الوتر وكان فذا يقطع صلاته قطع صلاة الفريضة ويرجع ويصلي الوتر ثم يصلي الفريضة وأعاد للقول بوجوب الوتر. نعم. نعم ونذيب قطع آلف الذل لا مؤتم نذيب ومعناه أنه إذا لم يفعل لا شيء عليه صلاته صحيحة أنها هي تذكر الوتر فيها لا يبطلها ولكن يندب قطعها. نعم. لا مؤتم لا مؤتم أما المؤتم فيتمادى لأنه مسجون بإمامه يسجونه إمامه فيتمادى وصلته صحيحة وانتهى يعني هذه هي بالنسبة للقضاء سأتكلم عنه هو سيتكلم عنه عند نقطة القضاء وفي الإمام روايتان وفي الإمام روايتان الإمام فيه روايتان رواية أنه يقطع كذلك إذا دخل الصلاة الفريضة وتذكر الوتر يقطع ورواية أنه يستمر رواية أنه يستمر مراعاة لحقوق المصلين ورواية أنه يقطع مراعاة لوجوب الوتر إن لم يتسع الوقت إلا لركعتين تركه وإن لم يتسع أيضا قضاء جهنا القضاء وإن لم يتسع الوقت وقت الصبح لم يتسع استيقظت ولم يبقى من الوقت إلا ما يكفي لركعتين فقط بعد أن توضأت تترك الوتر وإذا تركته هل تقضيه هذا اللي يختلف فيه العلماء قال مالك لا يقضى المالكيون عندهم لا يقضى من النوافل إلا ركعتي الفجر والسبب في ذلك تمسكوا في ذلك بحديث أبي هريرة عند الشيخين في قصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عندما أمر بلال أن يرقب لهم الوقت فناموا ولم يستيقظوا حتى ضربهم حر الشمس فرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما توضعوا صلى ركعتي الفجر ثم صلى الصبح رواية أنه صلىهما قبل الصبح رواية أنه صلىهما بعد الصبح لكن على كل قضاهما أما بالنسبة لباقي الرواتب والنوافل فعند المالكيين لا تقضى والحجة في ذلك هو الأخذ بعمل أهل المدينة عند الجمهور أحمد الشافعي وجماهير العلماء أنه يستحب القضاء للوتر هذا جماهير العلماء ولكن اختلفوا في صفة القضاء قال جماعة من العلماء يقضى الوتر ما لم تطلع الشمس وقال جماعة من العلماء يقضى الوتر إلا في أوقات الكراهة وفي الليل فلا يقضى أوقات الكراهة لأنه هو نافلة لا يصلى في أوقات الكراهة وفي الليل لأنه يصلي في الليل يكون وتران في الليل يصلي من الليل المقيم لأنك ستصلي الوتر أيضا جماعة من العلماء قالوا يصلى في كل وقت إلا في الليل إلا في الليل وهذا قول سعيد بن جبير لأنك إذا صليته بالليل تكون وقعت في وتران في الليل القول الآخر أنه إذا أنك إذا نسيته إذا تركته متعمدا لا تصلي لا تقضي وإذا تركته غير متعمد ناسيا فتقضي وهذا القول ذهب إليه ابن حزم وجماعة
القول الأخير أنك تقضيه مطلقا وفي كل وقت، وهناك قول أنك تقضيه من الليلة المقبلة في وقته من الليلة الماضية، عكس تماما القول الذي يقول بأنه لا يصلى ليلة. وأصح هذه الأقوال أنه يقضى مطلقا في كل وقت، والدليل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو حديث صحيح أخرجه الترمذي وغيره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: